نجسني حنينا قد عشرنا حبينا يا مشعل بس حنينا لا ننسى الحب الاول. هاي شباب بنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سويمي ابو الصندح، مقطع جديد. Please welcome with me for the legendary, the heroic, the man, Sweamy Abu. هلا متابعين، اليوم مقطع جديد، مقطع غريب. اوف كيف كذا؟ مقطع راح يكسر الدنيا. انا ماني قادر انتظر، بسرعه ابدا المقطع. مقطع راح ينقلك ما الو الو مستشفى. مقطع راح ينقلك الى حياه اخرى مع عقلك ودماغك. اوف، التحدي هذا سووه ناس كثير، يوتيوبرز اجانب عرب، كل الناس سووه ما عدا شخص واحد اللي هو سويمي ابو الصندح. يا ترى وش الاسباب الخافيه والاسباب؟ قبل ما نبدا المقطع لا تضغط زر اللايك، ما راح يكلفك شيء، ما راح تموت، ما راح تنتقل الى الون. بعدين اخوي اوكي. السؤال المهم، هل انت احد عباقره العالم؟ ندخل المقطع، ما نطول عليكم. سلام شباب، المايك حقي جديد، اقسم بالله توي شاريه. كيف شو كيف الصوت؟ مع والدين صح؟ عشان يوتيوب قالوا لازم تشتري ادوات جديده وما ادري وش تظبط وضعك. شوف يوتيوب، تشوفون شوف حركات هذه حق اللي يغنون، والله عظيم. تبدا يوتيوب ترى قاعد تضبط وضعي امانه، تكفون نشر يوتيوب، ادعموني بكل مكان. حياتي يوتيوب، انا غرام اليوتيوب، انا احب اليوتيوب، اليوتيوب قاعد اعيش معاه، يعيش معي. اليوتيوب وينك؟ الو شباب تسمعوني؟ اكيد تسمعوني لان المايك حلو. شي 15 ثانيه معك حتى توجد الاختلافات بين الصور اللي راح يورينا. شباب انا ترى قفطه، ايه اتحدى اي واحد من المتابعين حلو اسرع مني بالقفطه. شباب ما في اختلاف، كلهم نفس الشيء. طيب كذب كذب كذب، توهم حطوها توهم حطوها. شيء اسمه، خلينا نعيد المقطع. لا والله موجودة شباب من زمان هذه. ترى البدايات، البدايات يا شباب. ان شاء الله تحدي ثاني راح فوز على طول، انا عارف نفسي. اوكي شلون اوجد هذا الباتمان؟ شباب دي برجع شوي دي. ايوه لقيت. كم اول ما يتوصل 5 ثواني بقول لكم الجواب. بالصف الثاني فوق، شوف الصف الثاني قبل الاخير، تشوفونه 3-1 تحت. شوف الحين قال شوف كيف سويني. الله مخ الله. ما نعرف شباب، احنا الاشياء هذه ما نعرفها شباب. يلا 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 بس شو التحدي؟ بابي ايه هذه التحديات شباب، يقولك لازم توجد نفس شعار الفيلم، نفس شعار الفيلم اللي تشوفونه فوق يسار نفسه. شباب شباب وين شباب؟ سويمي يقطع ام المخ الخايس اللي فيك سامي، ايش فيه؟ انا اقول شفتوا اخر 4 تحت يمين، انا قلت الاول اللي يسار فوق تحت، يعني السطر الثاني قبل الاخير قبل الاخير. سويمي ما تعرف تسولف. شباب انا قفطته، ان شاء الله هو نفس ما يعني عرفت المكان اللي انا كبير سويمي. رقصة الحل. تلاقي مثيل جنب وقلبي يقول لي لا 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 تسيبه ترى تندم. سويمي ترى داهية. لا صدق يعني سويمي ترى كبير. فايند أنا، أوجد هذه الفتاة. شباب الحين كلهم، انا اقول اللي لابسه قبعة من فنيلة حمراء، ثاني واحدة تحت اول صف،
ان شاء الله هي. والله كلهم نفس الشيء صح؟ ما ادري ما تابع انا اقول ام احمر يلا امانه يا رب. قيل لك ترى انا ذكي مره تستهبل انت. رقصه الحل الثاني قورينا دمدي ورني 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 اسمار بقورينا دمر انزيلاني واسمار انا ما ادري يعني بس انا الذكي الوحيد ما ادري ليش ما انتم قاعدين تجاوبون. قاعد اقرا كومنتات الحين ما في احد قاعد يجاوب. ايش دعوه الشباب؟ لا لا احد يقدر يحلف انا حليت قبلكم كلكم. قسم بلا سوين ما شاء الله يعني تبي صدق سامي الله يحميك الله يحميك من العين والله يعني ترى اوفر الوضع. بس في مشكله شباب احنا لقيت واحده ومفروض تلقى ثلاث صح؟ ما لي دخل انا فزت. دي ايش هذا المنديل ها؟ ايوه سامي لو يعطونك ساعة كاملة ما راح تقل سامي. سامي وين سامي المنديل شباب كم في منديل شباب؟ انا لقيت واحد يمين تحت شباب يمين تحت عرفتوا شوي تحت موت لقيت واحد اتوقع بس في واحد صح؟ ايه الا واحد يلا رقصة الحل الثالث أوجد اللوح المخيفة يلا وين شيء في اكثر من طعم اللحسه في اكثر من لوحه نفس الشيء طيب وين